الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا يا رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تحف الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Welcome everyone, those who are new, we'll welcome you in our masjid, INT. جزاكم الله خير for coming. نرحب بكم يا شيخنا الفاضل. في أولا نرحب بكم في أمريكا، أول سفر لكم. ونرحب بكم عندنا في المسجد ونرحب بين إخوانكم وأحبابكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا السفر مباركا مسددا إن شاء الله تعالى ونافعا لكم وللمسلمين جميعا. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله نبدأ. أولاً ممكن تعرف عنكم إن شاء الله من أي بلد ومتى بدأتم الرحلة مع القرآن؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحبابي الكرام حفظكم الله ورعاكم، أنا سعيد جداً برؤيتكم والله، وأسأل المولى سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما لا تعلمون وأن يجعلنا خيراً مما تظنون وأن يوفقنا وإياكم لرضاه. شاكرا حقيقة دعوة إخواني في هذا المسجد المبارك، وسعيد جدا برؤية هذه الوجوه الطيبة والنيرة، أسعدكم الكريم وبارك الله فيكم. وأنا أخوكم ومحبكم هيثم علي عبيد الدخين من اليمن، لكني أعيش في دولة قطر. الحمد لله أحفظ القرآن الكريم ولله الحمد، إمام مسجد في دولة قطر ولله الحمد، وخطيب مسجد أيضا، ولي كثير الحمد لله من المشاركة القرآنية سواء على أرض الواقع أو في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا فقط يكفي يعني. حفظكم الله، ليس هناك أكثر من ذلك، أنا أقلكم والله شأنا، لكني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا بستره الجميل. حفظكم الله ورعاكم. I think pretty much all of you guys understood, huh? So, mashallah, Sheikh is very excited, very happy to be here and see all these beautiful faces. And Sheikh make dua to Allah subhanahu wa ta'ala to bless you all. And Sheikh, his name is, as he mentioned, Sheikh Haytham al-Dukhain. Sheikh Haytham al-Dukhain. And he's a hafiz of the Quran and he's imam and khatib in Qatar. One of the university in Qatar, I visited more than once. It's called Jamia Ta'limiyya. Beautiful masjid, mashallah. And his imam and khatib there, original from Yemen. The masjid, mashallah, I just want to mention quickly, is so beautiful in a way they designed the wall that you don't even need a speaker or anything. The way they designed the wall that if you speak loud, it comes the echo out from those walls. So Sheikh, mashallah, imam and khatib is there for منذ كم سنة. حفظكم الله ورعاكم. أنا في 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 الإمامة مثلاً في المحراب. لا في الجامعة الثانية. نعم. حقيقة أنا صديق للمحراب ولله الحمد منذ 18 عام. لله الحمد. So the محراب شيخ saying is pretty much his friend almost 18 عام. نعم. 18 years ما شاء الله. أنا أخاف أنهم يظنوا أني كبير في السن يعني. لكن الحمد لله أنا دخلت المحراب وعمري 15 عاماً. MashaAllah, he started leading Salah when he was 15 years old, MashaAllah. MashaAllah. ولله الحمد. وإمام في جامع المدينة التعليمية مثل ما ذكر، وهو جامع جميل. نتمنى منكم زيارة قطر إن شاء الله، وتزورونا بإذن الله عز وجل، وتكرمونا بزيارتكم وتشرفونا حفظكم الله ورعاكم. وهو مسجد جميل ما شاء الله ورائع. وأنا قلت له ما شاء الله المسجد الجدار فيها يطلع صوت إيكو يعني صوتيات. نعم جدا. So Sheikh saying the masjid is beautiful. He asking everyone to come and visit and honor your visit, inshallah, to his place. حفظكم الله ورعاكم. والله أحباب الكرام دعوني أبدأ من البداية. أرحب بكم مرة أخرى. جزاكم الله خير. وأنا سعيد جدا برؤية هذه الوجوه الطيبة النيرة. إن كان لي نصيحة فنحن أتينا من بلاد بعيدة. كل همنا أن نتحدث عن الله سبحانه وتعالى، كل همنا أن نتحدث عن القرآن، كل همنا أن نتحدث عن هذه الرسالة
العظيمة التي جاء بها إلينا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ولولاه صلى الله عليه وسلم لما بني هذا المسجد في أطراف الدنيا، في أطراف الدنيا. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة الحبيب عليه الصلاة والسلام. أحدثكم عن حديث جميل جاءني حقيقة وأنا في الطائرة قرأته. Sheikh, Sheikh welcomed you again, everyone, and he said he's very happy to see everyone, these beautiful faces. And Sheikh said, let's start from the beginning again, and, about the Quran, and as Rasulullah ﷺ brought this Quran to us, what else can be best to talk about than Quran? So he's going to mention something what happened in the airplane while he was coming here. حديث جميل فقط. قرأته وأنا في الطائرة حقيقة، وأحببت أن نعرج عليه ونأخذ من نبعه القليل، وهو حديث الصحابي الجليل سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه. قال: كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا من وجهاء القوم ومن كبرائهم ومن أغنيائهم ومن أثريائهم، هذا حري إن خطب أن يخطب له، وإن طلب الزواج أن يزوج. ثم مر رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما رأيك في هذا؟ فقال الرجل: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين لا يؤبه له، هذا حري إن خطب أن لا يخطب له، وإن طلب الزواج أن لا يزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إن هذا الفقير المسكين الذي لا يؤبه له خير من ملء الأرض مثل هذا. المعنى العميق في هذا الحديث، المعنى الجميل الرائع الذي أريد أن أوصله إليكم أيها الأحباب الكرام، أن معايير الأرض ليست هي معايير السماء. ربما أنت الذي في الأرض لست أنت الذي في السماء. لماذا؟ لأن الجزاء مقرون بالعمل. الله سبحانه وتعالى يقول: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ويقول ربنا تبارك وتعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ويقول ربنا تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Sheikh, Sheikh was saying while he was flying here, he was reading a hadith, very beautiful hadith, and he was amazed by that hadith, and he was reflecting about that hadith. And that's what actually we should do when we are traveling long journey. We should have a book. This out of what he said, we should have always hadith book or Quran or tafsir, especially long journey. The flight was from Doha to here almost 16 hours, so he was reading a hadith and it amazed him. So he wanted to share the hadith. One of the companion narrated the hadith that there was two men passed by Rasulullah sallam. One man was passing by, and they asked, you know, who is this man? Rasulullah sallam, you know, asked. They said, this man is very wealthy, very, you know, well known. He's, you know, he has very you know, big power. So if anybody even wanting to give their daughter, they will give, you know. But and then later on,
the other person passed by, and then he asked, who's this man? They said, this man is very poor. He doesn't have anything. And then Rasulullah said, this man is way, way better, much, much better than on the side of Allah than the other person. So, and then he mentioned a few ayat, you know, that Allah subhanahu wa ta'ala says, man amila salihan fali nafsi wa man asaf alayha. Whatever salih, whatever righteous deed, whatever anything that good deed we do is for us. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. And then he says, ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. It will set a scale of justice in the day of judgment. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. There will be no one will be unjustly will be treated on that day. Everything, even something like a small mustard seed will be brought in front of you. Everyone will be just equally on that day. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. And we are sufficient enough to be as accounting. لذلك أحباب الكرام حفظكم الله ورعاكم, الجزاء يوم القيامة مقرون بأعمالنا. لا يهمك أن تكون مثلا مشهورا أو غنيا أو معروفا بين الناس. المهم والسؤال الأهم الذي لابد أن نطرحه على أنفسنا, من نحن عند الله؟ ما ميزاننا عند الله؟ ما أعمالنا عند الله سبحانه وتعالى؟ لأن هذه الدنيا فاني. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. So she's saying, subhanAllah, we shouldn't be worried about our fame or our status in dunya. It's most important what is our status or relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. That's what should we worrying about, and ask ourselves, what is my status? What is my relationship? How Allah subhanahu wa ta'ala is with me? Those are the things we should be worrying about. Us. Not in this dunya is just, you know, temporary life. It will just go by quickly. And then he mentioned the ayah. So pretty much the end of it is we should be worrying about ourselves and relationship between ourselves and with Allah subhanahu wa ta'ala. حفظكم الله ورعاكم. إن شاء الله السنة القادمة نزوركم وما نكون بحاجة إلى الشيخ ماجد. أنا إن شاء الله أتكلم الإنجليزية بإذن الله. Sheikh said by next year إن شاء الله he will not meet me. He will know English إن شاء الله. لذلك أحباب الكرام. السؤال الأهم والمهم, من نحن عند الله سبحانه وتعالى؟ The most important question is who we are to Allah سبحانه وتعالى. لا يهمك ما يقال عنك في الدنيا سواء كان خيرا أو شرا, المهم من أنت عند الله سبحانه وتعالى. انظر معي إلى قوم إبراهيم. قالوا عن إبراهيم عليه السلام استصغارا لشأنه, قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. استصغروا شأنه, لكن إبراهيم عند الله أمة. إن إبراهيم كان أمة كان عند الله سبحانه وتعالى. Sheikh mentioning the story about people of Ibrahim alayhi salam, how they looked at about Ibrahim alayhi salam on that time. They said, قالوا سمعنا, we heard a boy, you know, named Ibrahim. This is among the people. But look at what is the status Ibrahim alayhi salam on the side of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah called him, إن إبراهيم كان أمة. قانت لله حنيفة ولم يكن المشركين عند سورة النحل. نعم. في حديث جميل جدا في صحيح مسلم البخاري, لعلكم سمعتم عنه. It's a beautiful hadith in Bukhari and Muslim, you may have heard. نعم. المرأة التي كانت تنظف المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. It was
There's a woman was in the time of Rasulullah صلى الله عليه وسلم used to clean the masjid. من يعرف اسمها؟ الذي يعرف اسمها سيعطي جائزة. Who knows the name? Raise your hand. He will give inshallah Qatari money, $1 million. So give chance to inshallah to the youth. Who knows the name? The lady used to clean the masjid. The time of Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Very famous hadith we heard many times. لا أحد يعرف اسمها. لم يذكر التاريخ لنا اسمها أو لقبها أو فصيلتها. خلينا نشوف هذا إيش يقول. يقول هذا يعرف اسمها. لم يذكر لنا التاريخ هذا. We don't know the name. We don't know her name. No history mentioned. No one mentioned her specific name. نعم. وماتت رضي الله عنها. وماتت ويوم ماتت دفنها الصحابة رضوان الله عليهم ليلا بدون علم النبي صلى الله عليه وسلم. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 أيام فلم يرها فسأل عنها أين المرأة التي كانت تنظف المسجد. So she one day passed away and then companion صحابة رضوان الله عليهم buried her at night and after 3 days Rasulullah صلى الله عليه وسلم noticed he haven't seen her. So see, Rasulullah صلى الله عليه وسلم asked, what happened to her? نعم. أين المرأة التي كانت تنظف المسجد؟ فقالوا يا رسول الله ماتت ودفناها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أفلا كنتم آذنتموني؟ يعني هل لا أخبرتموني؟ ثم أخذ ثلة من الصحابة الكرام وذهب إلى قبرها وصلى عليها ودعا لها ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتي عليها ودعائي لها شفاعة لها يوم القيامة. الله أكبر. So Rasulullah sallam asked, you know, what happened to her? Where is she? They said we buried her, and then Rasulullah sallam got actually upset, angry. How come you didn't inform me or tell me about her anything? And then Rasulullah sallam gathered some of the companion and then went to the grave and prayed and then made du'a for her, a special du'a, and then she Rasulullah sallam said. My salah, my dua will be shafa'a for her in the day of judgment. Subhanallah. نعم. لم يكن همها حقيقة أن تعرف باسمها أو أن تعرف بتاريخها أبدا. كان همها الوحيد أن تعرف عند الله سبحانه وتعالى. كان همها الوحيد أن تدخل في قول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. So subhanallah, what Sheikh is saying that she wasn't worried about her name in the dunya to be famous or to be known herself in the dunya. She was worried only how to be famous on the side of Allah subhanahu wa ta'ala. How she can elevate herself on the side of Allah subhanahu wa ta'ala and worried, or she was working hard to be among those who Allah subhanahu wa ta'ala mentioned. He said the ayah in Surah Nisa, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Those who Allah subhanahu wa ta'ala favored him, أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ, from among the anbiya, مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ, righteous, وَالشُّهَدَاء, the martyrs, والشهداء والصالحين righteous وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. This is the فضل bounty of Allah سبحانه وتعالى وكفى بالله عليما. أختم بهذا الحديث الجميل, عفوا إن أطلت عليكم حفظكم الله ورعاكم. أختم بهذا الحديث الجميل الذي يرويه لنا الصحابي الجليل أنس بن مالك. يقول كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له مزهر, رجل يقال له مزهر كان يأتي من البادية يبيع تجارته في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. He will conclude inshallah with this hadith narrated by Anas رضي الله عنه. There was a man
used to come and used to sell on the time of Rasulullah sallam. نعم. وكان هذا مزهر. His name was Mizhar. يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمازحه. Rasulullah sallam used to love this man, and Rasulullah sallam used to also joke around with this man. نعم. وكان الصحابة يعلمون ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يمازح مزهرا هذا. And the companion used to know that Rasulullah sallam used to joke with this man. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة وهو يبيع في سوق المدينة واحتضنه من خلفه وصاح بين الناس من يشتري مني هذا العبد. One time Rasulullah sallam, you know, while he was selling at the market, you know, Rasulullah sallam came from the back and hugged this man. He was joking, hugged them, and then says, "Who wants to buy this slave? Who wants to buy this man?" فالتفت مزهر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم فقال له يا رسول الله تجدني كاسدا أي تجدني لا أساوي شيئا. So the man looked at the Rasulullah sallam and then smiling, and Rasulullah sallam was smiling. So he was saying to the Rasulullah sallam, the man is saying, you know, I'm not worth anything. نعم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قال وهو يقول ولكنك غالي عند الله. سبحان الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم looked at him and he said صلى الله عليه وسلم but you are very expensive known to Allah سبحانه وتعالى. لا يهمك قيمة الدنيا أنت غال عند الله سبحانه وتعالى وأنت أيها المسلم أيها الحبيب الكريم أنت غالي عند الله سبحانه وتعالى وأنت أيتها المسلمة أنت غالية عند الله سبحانه وتعالى ولكن بماذا؟ بما نقدم من أعمال صالحة نحن عند الله سبحانه وتعالى غاليين بأعمالنا الصالحة بمبادرتنا إلى الطاعات بمسارعتنا إلى الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سبحان الله. Look at the أخلاق of رسول الله صلى الله عليه وسلم. When the man mentioned like I worth nothing, but he said, سبحان رسول الله صلى الله عليه وسلم said, you know, you worth a lot on the side of Allah سبحانه وتعالى. So we are all here. He's saying we are all worth very, you know, a lot to Allah سبحانه وتعالى. That's what should be our goal. We should be worried about. And then he said, all the sisters also. We worth a lot to Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala says, hasten, you know, raise for the maghfirah of Allah subhanahu wa ta'ala. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, Jannah is the width of the earth and heaven. And Allah subhanahu wa ta'ala prepare only for who? For muttaqeen only. أنت غالي عند الله سبحانه وتعالى وأنت غالية عند الله سبحانه وتعالى بمحافظتكم على الصلوات الخمس في جماعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلينا على رسول الله خمس صلوات من أداهن بحقهن كان حقا على الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة أنت غالي عند الله سبحانه وتعالى وأنت يا أختي الكريمة غالية عند الله سبحانه وتعالى بصفاء القلب بالنية الصالحة بصفائه من الأمراض من الحقد من الحسد من البغضاء من النميمة من الغيبة إلا من أتى الله بقلب سليم أنت غالي عند الله سبحانه وتعالى وأنت غالية عند الله سبحانه وتعالى يا أختي الكريمة بمسارعتكم من الخيرات بكفالة يتيم بإطعام مسكين بالحث على
الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى ووجوه الخير، هذا هو المعنى الحقيقي لميزاننا عند الله سبحانه وتعالى. أما هذه الدنيا فهي فانية، وكلنا راحلون إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالنا، وهي ساعة. والله أني أتفكر وأتخيل، أتفكر في هذه الآية الجميلة والرائعة التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة. نحن في هذه الدنيا نعيش ساعة، ساعة واحدة فقط. في هذه الساعة يحقد بعضنا على بعض، في هذه الساعة يحسد بعضنا بعضا، في هذه الساعة نتقاتل، في هذه الساعة تسيل الدماء، في هذه الساعة نعصي الله سبحانه وتعالى، في هذه الساعة نبتعد عن الله سبحانه وتعالى، ثم نرحل إلى الله سبحانه وتعالى. قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادل. لذلك السؤال الأهم والمهم، نحن لو خرجنا من هذا المسجد فقط بهذه الفكرة، بهذا السؤال: من أنا عند الله؟ ما ميزاني عند الله سبحانه وتعالى؟ الشيخ said, my, you know, dear brothers and sister, you are غالي, worth a lot to Allah subhanahu wa ta'ala, especially when you perform the salah, give the right of the salah on time and the way you're supposed to pray, the way you should be praying. Then Rasulullah mentioned in the hadith, when you perform the salah in a right way, performing by praying on time, giving the right of the ruku and sujood, everything to pray perfectly, then it will be haqq on Allah subhanahu wa ta'ala to enter you to the Jannah. Subhanallah subhanahu wa ta'ala, make us among the Jannah, people of the Jannah. And then he mentioned that you are worth a lot to Allah subhanahu wa ta'ala when you have clean heart, when you don't have any jealousy in your heart, when you don't have any, you know, hate in your heart for anyone. Allah subhanahu wa ta'ala only accept those who comes in front of Allah subhanahu wa ta'ala with pure heart. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. So we should be asking Allah subhanahu wa ta'ala when we leave from here, who we are, what is our status on the side of Allah subhanahu wa ta'ala. حفظكم الله ورعاكم ورضي الله عنكم وارضاكم. Sorry, something very important he also mentioned. He was saying that I was, you know, always reflecting this very powerful ayah, subhanallah. He says, in the day of judgment, you know, the ayah, you know, it's, it says, وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً. The day of judgment, when we be resurrected, is like we lived like an hour only in the dunya, subhanallah. Only an hour. He says, in that hour, we are hating one another, we are backbiting one another, we are, you know, destroying one another. Just one hour, subhanallah. On the side of Allah is only one hour, one ayah. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً. لذلك أحباب الكرام، أنتم تعيشون في بلد لعله يعني غالبيته ليست مسلمة، لكني أوصيكم وأوصي نفسي بالمحافظة على هذا الدين. أوصيكم وأوصي نفسي بأن تعرفوا قدركم الحق عند الله سبحانه وتعالى. أوصيكم وأوصي نفسي بالتمسك بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أوصيكم وأوصي نفسي بالتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، هذا الكتاب العظيم. اليوم والله 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 يا أحبابي، والله والله أمراضنا، آلامنا، كلها بسبب ابتعادنا عن كتاب الله سبحانه وتعالى. ومتى ما رجعنا إلى كتاب الله سنجد فيه الشفاء، سنجد فيه. يا أيها الناس، نحن هذا خطاب من الله سبحانه وتعالى لي ولك. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم
ويبشروا المؤمنين ويبشروا المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. تمسكوا بهذا الكتاب وليكن لقاؤنا الجنة بإذن الله عز وجل. نحن اجتمعنا في هذا المسجد وندعو الله سبحانه وتعالى أنه كما جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. So Sheikh Las, he's saying, I advise you all and myself, as we know we live in a country there is not a lot of, you know, Islamic environment or Muslim people around us. So he's saying, I advise you and all to protect ourselves, protect the deen, and also stick, holding to the Quran and Sunnah. And he mentioned the ayah, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Whatever Rasul gave us, take that. And whatever he said to stay away from, stay away from. وَفَخُذُوا مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. And then he said, especially to hold into the Quran. It's very important, ya ikhwani. As Allah subhanahu wa ta'ala also says, وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. So we must hold into the Quran. He says, most of the time nowadays, we are going through, you know, depression and the sickness of our heart and our everything is because we are far away from the Quran. And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Surah Yunus, Ya ayyuhan nas, O people, قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. There is a موعظة, Quran, Allah subhanahu wa ta'ala revealed this موعظة is a cure for our heart. وشفاء لما في الصدور, وهدن ورحمة is a guidance and mercy, وهدن ورحمة للمؤمنين, to the believer. And then he mentioned the ayah in Surah Al-Isra, إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. If you want guidance, still holding the Quran, Quran will give you the guidance, إن شاء الله. طيب أحباب الكرام, أخيرا أشكر إخواني حقيقة في هذا المسجد المبارك على هذه الدعوة المباركة, كما أني أشكر من دعاني إلى هذا البلد وهم إخواني في مركز تكوم الإسلامي. هذا المركز حقيقة هو مركز كبير جدا وسيتم افتتاحه, أو افتتح يعني افتتاح مؤقت, وهو إن شاء الله بإذن الله عز وجل سيتم افتتاحه بعد أيام. ونحن حقيقة والإخوة الذين في هذا المركز الإسلامي سعوا جاهدين لكي يكون هذا المركز فيه كل ما يخص المسلم والمسلمة. المسجد ما شاء الله مسجد كبير جدا, يتسع لأكثر من 600 أو 700 مصلي ما شاء الله, وفيه مركز تربوي وفيه مركز لتحفيظ القرآن الكريم وفيه كثير من المناشط. هؤلاء الإخوة حقيقة يدعونكم وأنتم أهل لهذا, ونحن أيضا ساهمنا وجميع الإخوة ساهموا, يدعونكم للتعاون معهم سواء بالدعاء سواء بمد يد العون. وهذا هو الجهاد الحقيقي, هذا هو الجهاد الحقيقي, وهذا هو معنى أن تثبت من أنت عند الله سبحانه وتعالى بأن تضحي في طريق الإسلام سواء بالجهد سواء بالوقت سواء بالمال. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. حفظكم الله ورعاكم. So Sheikh wants to thank again everyone for inviting him, and also he wants to especially thank the organization that sponsored him to come to America and for the tour and to visit the different masajid. Is Islamic Center of Tacoma is in Seattle, Washington. When I used to live there, I know personally that masjid. A few years ago, it got burned. Islamophobia and stuff. They were praying Salatul Isha and the masjid got burned. So mashallah, now they purchased a place, very big place, mashallah, around 700 to 800 people can fit. So he's asking everyone, we should try our best to stand with them because they're focused into have all kind of activities in that masjid. All type of activities, all type of classes in that masjid. So inshallah, he's saying, try to support as much as you can, inshallah, for them to continue providing the activities. And this is what will prove you who you are on the side of Allah subhanahu wa ta'ala. So he said, try to support, inshallah, that Islamic Center of Tacoma in Seattle, Washington. Has any question, inshallah, in 3 minutes. Yeah. Salam. Allah yasa'adak. Hayyak Allah. Hafizak Allah. Minun min al-Yemen, ya ghali? Minun, bidda. Hayyak Allah. Allah yasa'adak.
تركني انت في مأزق الحين. هذا اختبار عظيم هذا. حفظك الله ورعاك يا غالي، اسمك الكريم؟ الله يسعدك استاذ عصام، حياك الله، الله يكرمك ويرفع قدرك. والله المشوار مع القرآن الكريم. So he's the brother asking him how was his journey with the Quran, how he started, what is his journey like with the Quran. نعم. هذا السؤال جميل ورائع، وأنا حقيقة إجابته لابد أن تكون للشباب النشأ وللفتيات بأن يبادروا إلى هذه النعمة العظيمة، نعمة القرآن الكريم. مشوار القرآن الكريم يبدأ أولا من النية الصادقة والسؤال الذي يراود النفس، لماذا أريد أن أحفظ القرآن الكريم؟ لماذا أريد أن أحفظ القرآن الكريم؟ أنا أريد أن أحفظ القرآن الكريم لأدخل في زمرة من قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أنا أريد أن أحفظ القرآن الكريم لأدخل في زمرة من قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. أنا أريد أن أحفظ القرآن الكريم لكي آتي يوم القيامة بتلك الحسنات وتلك التلاوات وتلك الأجور فيرفعني الله سبحانه وتعالى بها. لابد أن تكون نيتك هكذا. أريد أن أحفظ القرآن الكريم لكي يسمع الناس تلاوة القرآن الكريم. أريد أن أحفظ القرآن الكريم لكي أعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. مشواري مع القرآن الكريم كان مشوار بسيط حقيقة. أنا أرى أن أهم أساس في تحفيز الإنسان لحفظ القرآن الكريم هي الأسرة المسلمة، الأسرة الصادقة، الأسرة المربية، الأب المهتم، الأم المهتمة التي تريد لأولادها أن ينشأوا على حب القرآن الكريم فيدخلون في زمرة من قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بوالدين هذا الفتى أو تلك الفتاة التي حفظت القرآن الكريم فيلبسهم الله سبحانه وتعالى تاجان ضوءهما كضوء الشمس فيقولان يا رب من أين لنا هذا؟ فيقول الله سبحانه وتعالى هذا من ولدكم الذي حفظ القرآن الكريم. ما شاء الله. So the Sheikh said, you know, this is all be a special advice to the youth. So the question was, you know, how did you start your journey with the Quran? He said, especially for the youth or anybody who wants to start the journey with the Quran, before you start the journey, you have to ask ourselves. Before that, we have to purify our intention and also ask ourselves why I want to start my journey with the Quran, why I want to become hafiz, why I want to become from the Quran. You have to purify your intention. This is very important. And every, you know, mashayikh and ulama, they advise us, you have to have pure intention. And also, you have to have intention that you want to be among those who Rasulullah ﷺ says in the Day of Judgment will say to the reciter of the Quran, Qari al-Quran, Iqra wartaqi warattil. It will say in the Day of Judgment of the reciter of the Quran, recite and rise, because Jannah has levels, goes up, and Jahannam has darakat, goes down. As we know, munafiqeen will be the darkul aswa min al-nar. So he say, it will say in the Day of Judgment, recite and rise, and your last place will be in Jannah, the last verse you recited. So that's where your intention should be. Also, your intention should be in your heart that I want to become a reciter or memorize the Quran so I can spread this Quran among others and recite to the others and teach it to the others. And also, he said, my journey was very simple with the Quran. And also, something very important he mentioned is very important also to have support of the children to start with the journey of the Quran and be among the Quran is to have very good Muslim family. The parents has to be supportive and strong in the Islam and support the, you know, and also be among those who in the Day of Judgment Allah will call, you know, the parents will give them, as we know, the taj is the crown. The crown will be nur like a shams. So this is your intention is all, end of the day has to be pure for sake of Allah subhanahu wa ta'ala.
جهاز في سبيل الله هو حرام؟ لا لا طبعا ليس حراما، لكن له مقومات. يعني لا يأتي الإنسان مثلا ويقول أنا أريد مثلا أن أجاهد وجماعة المسلمين مثلا لا يرون مثلا هذا الجهاد في أحد البلدان مثلا، لكن اليوم مثلا لا نريد أن ندخل حقيقة في السياسة، حفظكم الله ورعاكم. He said it's not haram but it's about ليس حراما. الجهاد ذكر في القرآن الكريم وذكره النبي صلى الله عليه وسلم. Actual jihad actually he also mentioned in the in his speech is to also support one another, support you know when somebody doing something righteous work, support the masajid, support the schools. Those are the actual. When Allah subhanahu wa ta'ala, many people misunderstand. When Allah subhanahu wa ta'ala talk about شيء آخر يعني لما ذكر في القرآن الله سبحانه وتعالى الجهاد في in Surah Furqan when Allah says to Muhammad صلى الله عليه وسلم وجاهدهم به جهادا كبيرا, he's talking about the Quran. That's the actual jihad you do with the Quran, with the deen, with the Islam, you know, to spread that deen with others. بس قبل هذا وحقيقة أول الجهاد هو جهاد النفس. الله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اليوم أهم جهاد أن تجاهد نفسك. جاهد نفسك على الصلاة، جاهد نفسك على قراءة القرآن الكريم، جاهد نفسك على الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى وغير ذلك. حفظكم الله ورعاكم. The actual jihad he said is jihad with your nafs. Jihad with your nafs and then to you know purify your intention, work hard with the, as I mentioned you know with the Quran, with the Sunnah and righteous deed. I think we'll take last question inshallah and then do that dua. والله يا أخي الحبيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت عزائمهم وأن يشد أزرهم، ونحن حقيقة في مأساة عظيمة والدعاء واجب لهم، لكن أيضا ما نستطيع أن نقدمه لإخواننا في فلسطين هو أن نعرف تاريخ هذه القضية وتاريخ المسجد الأقصى. لابد أن ندرسه لأولادنا لبناتنا. اليوم تسأل يعني يمكن طفل صغير ماذا يعني لك المسجد الأقصى؟ يقول ما أعرف. وهذه مصيبة ومشكلة. لابد أن ندرس تاريخ المسجد الأقصى بشكل كبير جدا. نعم حفظكم الله ورعاكم. تفضل. So the brother was saying, you know, what we can do for our brother and sister in Palestine. He said, we make dua, we made dua for them. Allah subhanahu wa ta'ala, you know, make it easy on them and relieve their suffering. May Allah subhanahu wa ta'ala protect them and protect everyone. So he's saying that we should teach our children, our families, you know, the history about Masjid al-Aqsa and about Palestine. Many children, you know, when many youth we ask, they don't even know what Masjid al-Aqsa is. Many adults also even don't know what Masjid al-Aqsa is and what it's about. So that's what he was saying to teach everyone, inshallah, about the tariq. Allahumma laka alhamdu kullu wa ilayka yurja'u al-amru kullu. على نيته وسره فحق أنت أن تحمد وحق أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من عمرنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الأولين، وصل وسلم عليه في الآخرين، وصل وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومردا جميلا إليك ومردا جميلا إليك ومردا جميلا إليك. ونسألك يا ربنا برد العيش بعد الموت، ونسألك يا ربنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك يا ربنا مرافقة حبيبنا صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا.
واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا ولا فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا رب العالمين. Just be seated, inshallah. Few minutes, we still have time. I want to introduce you also.